السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان، رمضان مبارك عليكم إن شاء الله يا رب، نعاد عليكم بكل الصحة واليمن والبركات. حلقة جديدة من بيوت سودانية وكما هي العادة رفيقي مصطفى الزواوي. يا أخي أنا أكثر سعادة إنه للمرة الثانية إنه نكون مع بعض، أهلا بك ألا وأهلا بكل من يتابعنا الآن في بيوت سودانية. مبسوطين جدا إنه نكون معكم اليوم في رمضان، وكمان بنكرر بنقول رمضان مبارك عليكم. يعني ربنا إن شاء الله يرزقنا الخير إن شاء الله. قاعدين نقول إنه أوله مغفرة الذنب وأوسطه الرحمة من ربي، ربنا يجعل الرحمة في يعني في وسط رمضان لكل الناس إن شاء الله، ويعتقنا من شر لهيب النيران في آخره بإذن الله إن شاء الله يا رب بإذن الله. الحاجة الحلوة إنه الحاجة الأولى اللي داير أبدأ بها الحلقة دي إنه داير أقول لك كل سنة وأنت طيبة. أنتي ما عيد ميلادي لك باعتبار انه انت ليكي قرابة 6 سنوات في S24 وانت طيب، ومن الغويشات الثلاثة الأولى اللي بتشبه اللوجو الموجود في يسار الشاشة اللي تم الترويج لسودانية عن طريقها. يعني منو بتخيل الناس 6 سنين؟ مبذول 6 سنة، 6 سنة كثيرة جدا شديد. فيعني مبسوطين انك تكوني معنا في سودانية. انا مبسوطة اكثر، انا بتكلم بلسان كل الموظفين معنا سحري. انا والله مبسوطة اكثر، مبسوطة انه اكون واحدة من المؤسسين القناة الرائعة سودانية 24. ويمكن الفترة ديك اللي هو قبل 6 سنوات ما كنت متعمقة في مجال الاعلام او التلفزيون او الشاشة او التفاصيل، ممكن تكون بتعمل رهبة وخوف لناس كثيرة، لكن البيئة هي بتساعد الزول، بتساعدك ان يعني انت تتأقلم، ان انت تحب الحاجة اللي انت خططت فيها، ممكن تكون خطوة ما بين قدام وورا، يعني انت حتمشي فيها ولا حتتراجع منها. والحمد لله كنت محظوظة انه انا اكون واحدة من الكوادر بتاعت سودانية 24. ومهما الزول بيمش بيجي راجع ثاني بكون قاعد، فدي سودانية يعني. صحيح، احنا مبسوطين. وبيوت سودانية انت عارفة انه اليوم فيها كثير من الفقرات. طبعا اول فقرة حتكون معنا، اول فقرة حتكون معنا مشكاة النبوة، وزي ما ذكرنا انه حتكون معنا طيلة شهر رمضان المعظم. ويمكن واحدة من الحاجات الجميلة انه نحن كيف نقدر نحسن الظن بالله علشان حياتنا ومسيرتنا في الدنيا تكون صالحة. صح. وممكن نقول اللي هو نكون سعيدين او مرتاحين. دي هي محتوى الحلقة، حيكون الفقرة بتاعت مشكاة في الغالب حيكون معنا باذن الله فقرة في استطاعتك، وهي بتتكلم عن الاكسسوارات. ايه الاكسسوارز عموما بالضبط كده، كيفيه صناعة الاكسسوارات. الحاجه دي صعبه ولا سهله؟ انا ما جربتها لكن ممكن نشوفها مع بعض ونجربها. طبعا انا وانت الاثنين ما عندنا علاقه مع الكروشيه ولا عندنا علاقه مع انه تصنع حاجات، لكن بتعرف الواحد لو خط الرحمن في قلبه وبدا يتعلم بيتعلم. طيب عندنا فقرة الاستضافة، وفيها دكتور مجدي محمد أحمد، اختصاصي جراحة الكلى والمسالك البولية. حيتكلم لنا عن صحة الكلى وعلاقة الحاجة دي بالصيام وما إلى ذلك. والفقرة دي هي طبعا برعاية تطبيق سوبر دكتور. طبعا أكيد ما حننسى سوبر دكتور، هي الفقرة دي برعايته. وبرضه حتكون الأرقام لأي استفسار بيخص سوبر دكتور في الفقرة إن شاء الله حتكون موجودة، بالنسبة برضو للحجوزات والتفاصيل، حتى حتقدر تخش على صفحتهم في فيسبوك إذا عندكم أي سؤال أو أي استفسار. فقرة صحتك عندنا هتكلم فيها عن صحة الأسنان. صحة الأسنان، في ناس كثيرة بتبعد عن المعجون والفرشة. صح كذا؟ لذلك كان في كلام بيدور حول الكواليس ما عايزين نقوله للناس الصحية. المدخنين الهيفي سموكر والناس اللي بياخذوا شوكولاتة كثيرة جدا واللي بياكلوا اللي بيشربوا عصاير فيها سكر. صحيح. يعني سكريات بصوره عامه نازل طبعا بتعزل الاسنان، احنا جزء منهم طبعا. لكن في الفقره دي حنتكلم بشكل مستفيض عن انه كيف الزول يقدر يحافظ على صحه اسنانه. صحيح. وكيف يقدر بيختار الاسلوب الانسب يعني طبعا في التغذيه وكذا. طبعا برضه من الفقرات المهمه يا مصطفى حتكون معنا فقره المهمه البيت، حنتكلم عن الصحه النفسيه للاسره، تحديدا العنف الاسري. يمكن تفاصيل كثيره بتدور جوا البيوت. صح. فنحن لازم نسلط الضوء عليه. صح صح صح. العنف الاسري واحده من الحاجات السيئه جدا، وكل الناس وكل المواثيق الدوليه بالدين. صحيح. العنف بكل أشكاله يعني طبعاً. العنف المدرسي، العنف داخل البيت، العنف اللفظي حتى كمان. صحيح. فبنتمنى إنه ربنا يلطف على الأسر إن شاء الله، وإن شاء الله يعني إحنا تاني على ما أعتقد عندنا فقرة بتاعت الاستضافة الثانية مع إيمان صادق مش؟ أيوة صحيح. صادق عندنا، هي مصممة ومدربة للمسوعات الجلدية. طبعاً دي برضو حتكون واحدة من فقراتنا لهذا اليوم من بيوت سودانية. طيب
نحن نمشي الفقرة الأولى مشكات النبوة، حنشوف مع بعض حسن ظن العبد بالله. حين أتى أشرقت الدنيا صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، إن ذكرني في ملأ ذكرت، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ إنهم خير منهم، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن تقرب إلي باعا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه مسلم. حديث عظيم، ده حديث قدسي. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، يعني ربنا مطلع على نيتك، أنت حسنت الظن بالله، أي عملت الصالح وتحسن الظن ربنا يقبل منك، تبت وحسنت الظن ربنا يقبل منك، ذكرت الله في نفسك بينك وبين نفسك ربنا يقبل منك يذكرك في نفسك، ذكرت الله مجدت الله وأسند على الله قدام ملأ من الناس بنية تمجيد الله وتعظيم الله والثناء على الله ربنا يذكرك في ملأ أحسن من ملأ ده. ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن آتاني يمشي أتيته هرولة. طبعا الحديث ده أخواننا من أحاديث الصفات، ربنا جل جلاله منزه عن صفات المخلوقين. وهنا العلماء قالوا هنا نحن نؤمن بالحديث كما ورد، ده تفسير. التفسير الثاني قالوا معناته التقرب المذكور في الحديث معناته كلما انت تقربت يا مسلم بطاعة الله بترك معصيته ربنا يقرب إليك الخير الكثير، يديك حسنات كثيرة، يرفعك في الدرجات الكثيرة في الجنة. حديث عظيم نتذكر ونعمل به إن شاء الله. حين أتى أشرقت الدنيا صلى عودة من جديد مشاهدين الكرام. شاهدنا سويا أولى فقراتنا من بيوت سودانية لهذا اليوم وهي مشكات النبوة، وواحدة من الأشياء الجميلة اللي نحن مفترض في كل يوم تكون هي من أولوياتنا، ونحن نحسن ظننا بالله وفي كل حاجة تحصل حوالينا. بكل تأكيد طبعا احنا ما فوتنا يا هلأ أنه نترحم على يعني فضيلة الشيخ دكتور محمد أحمد حسن، ربنا إن شاء الله يرحمه ويجعله يعني مع الصديقين والشهداء في الجنة بإذن الله تعالى. ورمضان هو طبعا فرصة كويسة إنه زول يعني يراجع دفاتره ويعبد ربنا زي كان هو شايفه طبعاً. كل السنة النبوية بتقول كذا، وربنا في كتابه هو قال كذا، فبالتالي نحن لابد إنه نهتم ببعضنا، نسأل من بعضنا، نتصدق ونقدم حاجات حلوه يعني للناس يعني. و30 يوم هي ما كثيره بالمناسبه فعلا، فبالتالي 30 يوم وممكن تبقى عاده الحاجه بعد ذاك الزول يستمر بها وكذا. نحن على ما اعتقد انه وصلنا لفقره الاستضافه. صحيح. نحن الان وصلنا لفقره الاستضافه اللي هي برعايه تطبيق سوبر دكتور. حنتكلم عن صحه الكلى بشكل عام وتاثير الصيام على الكلى ايضا. سيدين انه يكون ضيفنا من داخل الاستوديو دكتور مجدي محمد احمد الامين اختصاصي جراحه الكلى والمسالك البوليه. اهلا وسهلا، رمضان مبارك عليك. علينا وعليكم ان شاء الله، كل عام وانتم بخير، تصوموا وتفطروا على خير، وتمنياتنا دائما يعني نحن بنكون سعيدين بالاستضافة هنا في برنامج بيوت سودانية وقناة سودانية 24، وبنقول للمواطن السوداني الكريم كل عام وانت بخير، رمضان كريم وينعاد علينا والبلاد أكثر أمنا وسلاما واستقرارا. الله يسلمك دكتور مجدي، احنا مبسوطين بك يعني انك تكون معنا الليلة، ومبسوطنا انه نقول انه المساحة دي هي برعاية تطبيق سوبر دكتور، عنده علاقة بفكرة انه كيف الزول يقدر يحجز، وفيه خدمات وميزات كثيرة جدا ومتوفر كمان برضو على يعني منصات جوجل بلاي واي او اس ستور يعني مع رمضان، وفكرة انه زول صايم فبالتالي انه الناس اول ما لزاني يزن بيجروا جري شديد جدا على الموية، والجسم بتحصل له عملية بتاع الجفاف، اليوم كله بكون بعيد من الموية،
الحاجة دي طبيا الناس بتقول إنها هي بتأدي لفكرة الحصوة بتاعت الكلى. عرفنا بحصوات الكلى. طيب نحن بالنسبة لنا في حصوات الكلى هي دائما بتكون من منظور إنه الجسم بيفقد سوائل كثيرة وبتكون المعادن فيه نسبتها أعلى من تركيز السائل. فدائما دي ده السبب الرئيسي اللي بيكون الحصوات في الجسم. وزي ما أنت ذكرتها مصطفى إنه والله يا أخي كميات السوائل في فترة الصيام بتكون قليلة. نحن في بلد أجواء حارة، فترات الصيام بتكون فترات طويلة ما بين 14 إلى 16 ساعة في خلال اليوم، الزول ما بيشرب فيها موية، فدائما الإنسان ممكن يكون معرض لأنه جسمه يكون حصاوي. بالإضافة إلى ذلك في ناس أجسامهم أساسا بطريقة وراثية هي معرضة لأنها هي تكون الحصاوي بسرعة أسرع، فمع الصيام ممكن المخاطر دي تزيد وبيكونوا معرضين لأنه يتكون لهم حصوة في فترات الصيام. نحن دائما بنقول إنه نقص السوائل ده واحد من الأسباب الرئيسية لتكوين الحصاوي، وبننصح إنه الناس تشرب الموية بكميات كافية. يعني في خلال اليوم نحن بنتكلم عن ما لا يقل عن 2-3 لتر موية مفروض الزول يشربها سواء كانت في فترة الصيام أو بعد الإفطار. ممتاز. طب يا دكتور مجدي، شنو ممكن نقول اللي هي المؤشرات اللي بتخلينا نعرف إنه نحن مصابين بحصى الكلى؟ طيب عادة الحصى بتاعت الكلى المريض بيجينا في العيادة بيشكي من ألم مفاجئ وألم حاد جدا بيكون في أحد الأجناب بتاعت الجسم. ممكن يصاحبها شعور بالطمام، ممكن يكون معها استفراغ، ارتفاع في درجة حرارة الجسم، ممكن برضو يكون في تغيير في لون البول سواء إنه لونه يكون داكن أو يميل للإحمرار بأنه يكون مؤشر على وجود دم في البول. دي أغلب الأعراض الشائعة اللي بيكون معظم الناس بتجيبها مباشرة إلى المستشفيات عشان تعرف الحاصل شنو بالضبط. السخانة يعني اللي بيسموها سخانة البول يعني هي برضو واحدة من المؤشرات ولا هي أكتر حاجة مرتبطة بأعراض حاجات تانية؟ السخانة بتاعت البول مثلا أو آلام أسفل البطن، آلام الظهر، دي دائما لو موجودة بتكون مؤشرات لأنه هل الحصوة موجودة في أسفل الجهاز البولي إنها ممكن تكون الحصوة دي بدل ما في الكلى موجودة في المثانة، أو يكون يرافق الحصوة التهاب في المجاري البولية، ودي حاجة شائعة جدا إنه وجود الالتهابات بتاعت المجاري البولية مع الحصى ممكن يزيد الأعراض ويزيد الوضع سوءا يعني. فسخانة البول، الإحمرار بتاع البول، الألم أسفل البطن، ألم الظهر، الحوجة المتكررة للمريض إنه يمشي الحمام، أو الشعور بإنه محتاج يمشي الحمام بسرعة أكبر من الحاجة المعتاد هو عليها، دي كلها علامات بتدل على إنه البول ده فيه التهاب أو إنه الحصوة دي في مجموعة من الحصى. طيب في ممكن نقول اللي هو شكل معين للحصى بتاعت الكلى أو أنواع؟ في الأغلب أيوة، نحن بنتكلم عن 3 أنواع رئيسية. في الحصى اللي بتكون المعدن الأساسي بتاع الكالسيوم، ودي بتمثل أكثر من 80% من الحصوات اللي بتمر علينا في شغلنا أو بيتبعانوا منها الناس. في الحصوات اللي بتكون ثلاثي الفوسفات، ودي الحصوات اللي بتجي للناس اللي بيحصل لهم التهابات متكررة في البول. بصورة عامة النساء هم معرضات أكثر لالتهابات البول، فهم ممكن تجيهم الحصوات دي، ودي دائما بتكون حصوات حجمها كبير وممكن تسبب أضرار أكبر. النوع الثالث اللي هو الحصوات اللي بيكون المصدر بتاعها حمض اليوريك، ودي في الأغلب الناس اللي بيكون عندهم كما نحن عامة بنقول مرض الجاوت، أو الناس اللي بيتبعوا نظام غذائي بيكون فيه البروتينات عالية بصورة كبيرة جدا برضو ممكن تؤدي لها. أخطر في الثلاثة دي يعني هل مثلا الشخص اللي مصاب بحصوات موجوده في اي جنب من جنبات الكلى، او الشخص الثاني اللي مصاب بحصوات موجوده في منطقه اسفل البطن، يعني ايهما افضل من الاخر؟ هما طبعا الاثنين ملجنين بالحصوات. نحن دائما بنقول انه والله الخطوره بتنبع من مكان وجود الحصوه نفسها وتاثيرها على سريان البول في المجاري البوليه. الحصوة دي لو موجودة في منطقة ممكن تعمل انسداد وتكفل تيار البول من انه يطلع ينساب بالصورة الطبيعية المعتادة، دي دائما ممكن تؤدي
لتوقف حاد في وظيفة الكلية. الموضوع ده يعني نحن عادة الناس بتهمله، بتقول الألم ده بياخد يومين ثلاثة وحينتهي خلاص كده، أنا أصبر شوية. دائما الحاجة دي ممكن تتطور لما بعد بأنها هي تأثر على وظيفة الكلية على المدى الطويل وتعمل قصور فيها، لا قدر الله ممكن ينتهي بفشل في وظيفة الكلية نفسها. فدائما الخطورة بتعتمد على موقعها وين وعلى قدر شنو هي معطلة الكلية من أنها تؤدي وظيفتها الطبيعية بصورة معتادة. ممتاز. طيب يمكن قاعدين نسمع كثير اللي هو بغسيل الكلى، والحاجة دي الآن أصبحت شائعة بصورة كبيرة جدا عشان الواحد ما يصل للمرحلة دي. إذا مثلا اتشخص واتضح أنه هو مصاب بحصى الكلى، شنو ممكن نقول الإجراءات العلاجية الممكن اللي هو يتبعه إذا كانت عقاقير أو إذا كانت زيارة طبيب مثلا يعني؟ طبعا دي من أوائل الحاجات، إنه والله الحصى بتاعت الكلى دي بتحتاج زيارة الطبيب عشان يتم التشخيص بصورة مناسبة، عشان يتم وصف العلاجات. الخطوة الأولى عادة الناس بتبدأ بها بأنه هي بتديهم مسكنات للألم، لأنه هو بيكون ده العرض الأول اللي هو بيجيب الطبيب للمستشفيات أو لعيادة الطبيب، إنه هو شعوره بالآلام. فدائما بنكون حريصين على إنه المريض يكون مرتاح طول فترة الخطوات اللي هتكون تالية عشان نتأكد من نوع الحصوة والخطوة اللي هنحتاجها. بالنسبة للعقاقير والأدوية اللي ممكن تساعد أو تسهل خروج الحصى دي، دائما بيكون عندها شروط معينة، سواء حجم الحصوة، سواء موقعها، سواء الضرر المسبباه على الكلية في حد نفسها، كلها شروط بضع الطبيب في نظره قبل ما يقرر إنه هو هيستعمل أدوية أو عقاقير. بعد ذاك لو جينا للتدخل، التدخل ذاته نحن بنقسمه لأنواع. ممكن مرات يكون تدخل من خارج الجسم في حصوات، حصوات ممكن قابلة للتكسير، النواة بتاعتها هشة إلى درجة ما بتقبل التكسير، فبنكسرها بجهاز بنسميه جهاز الموجات المصادمة من خارج الجسم. ده بيبس إشعاع بصورة معينة، بيكون موجه برضو بطريقة معينة إلى قلب الحصوة على أساس إنه يكسرها إلى قطع صغيرة ويساعدها إنها تمرق. الأعراض بتاعتها بتكون نفس أعراض الحصوة اللي هي ممكن نقول الصعب إنه هي تتفتت؟ أيوة، هو الأعراض العابة اللي بيجيبها المريض للعيادة بتكون متطابقة إلى حد كبير. ما في فرق من نوع الحصوة من تانية، لكن بيختلفوا بعدك في طريقة العلاج وفي الأثر اللي ممكن يسببوه. طيب بتخرج كيف واصل؟ الحصاوي دي بعد ما تتكسر بتخرج بالمجرى العادي، يعني بتيجي نازلة من الكلى عن طريق الحالب ومجرى البول، وبعد ذاك المريض لما يمشي يتسير بيلاحظ في أول أيام إنه بوله لونه متغير أحمر، إنه مرات فيه قطع صغيرة من الحصى طالعة مع البول، أو مرات ممكن تكون كرمل طالعة مع الحصوة. بتاخد المسألة دي عادة إلى أسبوعين، بعد ذاك بيرجع تاني للمتابعة عشان يشوفوا استجابته كيف والنتائج اللي حصلت بعد الجلسة. في الغالب سؤال أخير كذا يعني في الحتة دي، في الغالب فكرة إنه يكون في بلد في بداية البول أو في آخره، هل هو برضو مرتبط مرات بفكرة الحصى ولا مرتبط بحاجة تانية؟ الدم اللي بيظهر في البول ده هو واحدة من المسببات الرئيسية بتاعته الحصى بتاعت الكلى، ونحن زي ما بنسميه دائما هو إنه هو علامة إنذار أو جرس إنذار بالنسبة أيا كان موضعه، في الأول ولا في الأخير، أيا كان ظهور الدم في البول ده هو علامة وجرس بتاع إنذار. مفترض إنه المريض يراجع أقرب مستشفى أو أقرب طبيب له على أساس إنه الناس تبدأ تشوف هل هو السبب حصوات الكلى أو في أسباب متعددة أخرى ممكن تسبب وجود الدم في البول. ممتاز. طيب يا دكتور شنو المضاعفات ممكن نقول اللي هو إهمال الحصى في الكلى؟ يعني إذا شخص أصبح مصاب بهذا المرض يهمله، شنو المضاعفات ممكن تأثر عليه وعلى المدى البعيد؟ طيب على المدى البعيد نحن بنتكلم على إنه الكلية دي كما ذكرنا قبل شوية إنه ممكن عملها يتوقف. التوقف ده ممكن يكون توقف حاد وقت ما وصل الطبيب وتم التدخل بصورة مناسبة، ممكن ترجع. لو أهمل الموضوع لفترات طويلة، كل ما الفترة طالت كل ما أدى إلى إنه يقلل من كفاءته على المدى الطويل، وممكن نصل لا قدر الله لأنه يحصل فشل تام في وظيفة الكلية. بعدك هم بيكونوا معرضين أكثر من غيره لأنه تحصل لهم التهابات متكررة للبول،
لانه الحصوه دي الجسم بيتعامل معاها انها كجسم غريب داخله، فدائما بيحاول يهاجمها وكده، فدائما بيكونوا معرضين لالتهابات المسالك البوليه بصوره متكرره اكثر من غيره. تعرف انا بدي احاول اربط لك فكره، احنا بنتكلم عن موضوع طبي بموضوع طبي ثاني، زي زمان في سبيستون كان في حاجه اسمها الرابط العجيب يعني علاقه صحه الاسنان مع الحصى يعني بتلاقوا في 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 الطب، ما قاعد تلاقوا في حاجه ثانيه. بتلاقوا كيف طيب يا دكتور؟ بتلاقوا بس في انه طب نحن ممكن نسال الدكتور مجدي الدكتور يعني. قاعد طبعا طيب رايكم شنو احنا نشوفها؟ خلاص اوكي عشان نقدر نجاوب انه كيف الزول يقدر يهتم بصحه اسنان، كيف يقدر الزول يهتم باسنانه تحديدا ويبتعد عن كل الممارسات الخطره. خليكم معنا. السلام عليكم مشاهدي قناة سودانية 24، رمضان كريم عليكم، صوموا وتفطروا على خير. معاكم دكتورة فاتن إسحاق طبيبة أسنان، حابة أتكلم معاكم في فقرة صحتك الليلة عن موضوع مهم جدا وهو العناية بصحة الفم والأسنان خلال شهر رمضان وأثناء الصيام. أول حاجة طبعا لازم تسويك الأسنان مرتين في اليوم بفرشة، تفضل أنها تكون فرشة ناعمة ومعجون يكون بيحتوي على نسبة المصرح بها من الفلورايد. التسويق بيكون بالفرشة زي ما قلنا ناعمة، ما يكون في ضغط كثير على الأسنان لأنه الحاجة دي بتضر الأسنان، يكون بزاوية 45 درجة، ونحاول دائما إنه إحنا نمشي بعيد من اللسة عشان ما نأذيها سواء في الأسنان العلوية أو السفلية. وبعدين نحاول نغطي كل الأسطح حقة الأسنان بالفرشة وبرضو نفرش اللسان. بعدين نستعمل التسويق بيكون مرتين في اليوم. في بعض الناس بيعتقدوا انه المعجون بيفطر او تسويك الاسنان بالفرشه والمعجون بيفطر، لكن ده اعتقاد خاطئ الا اذا جزء من المعجون دخل الى الحلق او المعده، دي الحاجه الوحيده اللي ممكن تفطر. بس برضو الزول اللي ما بيقدر يعمل يتحكم في الحاجه دي ممكن يستعمل المسواك اللي هو فيه نسبه من الفلورايد طبيعي وهو امن جدا وصحي جدا برضو، ممكن يستعمله خلال فترة الصيام ويخلي تسويق بالفرشة والمعجون بعد الفطور وبعد السحور. أهم حاجة طبعا تسويق قبل النوم عشان نحافظ على نظافة الفم والأسنان ونشيل كل بواقي الأكل. بعدها بعد التسويق نستعمل غسول فم فيه برضو نسبة من الفلورايد، نشيل منه 20 ملي ونحاول نخليه في الفم أطول فترة ممكنة، 30 ثانية فترة مناسبة يعني، برضو مرتين في اليوم بعد التسويق بنص ساعة يفضل يعني. ونستعمل برضو خيط الأسنان مرة واحدة في اليوم، نشيل منه مقدار من اليد إلى الكوع، بعدين نمسكه بين أصبعين طريقة دي وندخله بين الأسنان بطريقة تكون ما تأذي اللسة وفي نفس الوقت تطلع بواقي الأكل من بين الأسنان. الخيط بيكون مرة واحدة في اليوم، وبنستعمل الخيط مرة واحدة في اليوم، وهو طبعا بنفضله على عواد الأسنان لأنها ممكن تسبب ضرر للسة، ممكن تجرح اللسة وتعمل فراغات بين الأسنان. بعدين الحاجة اللي هي برضو فيها اعتقاد خاطئ كبير اللي هو زيارة طبيب الأسنان خلال الصيام. ناس كثير بتفتكر انه هو حاجه بتفطر او انه الاجراءات اللي بتتم في عياده الاسنان بتفطر، ده اعتقاد خاطئ، ما في حاجه بتفطر، ولا الابره حقه البنج تعتبر مفطره، الخلع برضو اذا ما وصل اي دم ولا اي نسبه من المويه او السائل اللي بيستعمل في نظافه الاسنان الى الحلق او المعده فهي غير مفطره، بس احيانا يعني بتكون مؤلمه فالمريض بيحتاج لمسكنات او كده فممكن هو يمشي بعد الفطور، لكن من ناحية هي الإجراءات نفسها أو الحقن نفسها اللي بتكون في عيادة الأسنان فهي غير مفطرة. إذا أي مريض عنده تركيبات أو عنده تلبيسات، تركيبات ثابتة أو متحركة، لازم يواصل حتى في شهر رمضان يواصل مواعيده الدورية مع طبيب الأسنان عشان يحافظ على، بالذات في الشهر ده بيكون دائماً في حلويات، بيكون في تمور بيكون فيها نسبة كبيرة من السكريات،
الحاجة دي ممكن تضر الأسنان، عشان كده لازم نحافظ على الصحة، صحة الأسنان وعلى نظافتها بشكل أكثر مكثف. وبرضو أثناء الصيام بيكون نسبة اللعاب في الفم بسيطة، الحاجة دي برضو بتؤدي إلى أمراض في اللسة، بتؤدي إلى أمراض إلى تسوس الأسنان. التدخين برضو من الحاجات اللي بتسبب أمراض في اللسة وبتقلل نسبة اللعاب في الفم، وبالتالي برضو بتؤدي إلى تسوس الأسنان. فيعني نبتعد عنها وناخد الشهر ده إنه يكون تشجيع وتحفيز إنه الواحد يخلي التدخين بإذن الله. في ختام حلقتنا الليلة حابة أشدد تاني على أهمية التسويق، أهمية مراجعة طبيب الأسنان، أهمية أكل المأكولات الصحية والابتعاد عن المشروبات الغازية، الإكثار من تناول الشاي والقهوة. الشاي طبعا الشاي الأسود والشاي الأخضر صحي ومفيد جدا للأسنان ولجسم الإنسان، لكن الإكثار من أي حاجة بيكون مضر. وبرضو استعمال الخيط واستعمال غسول الفم، الابتعاد عن التدخين، عن الحلويات القوية أو الحلويات أصلا بكثرة، كلها مضرة للصحة. وإن شاء الله تصوموا وتفطروا على خير، وكل سنة وانتم طيبين. أهلا وسهلا بكم من جديد. زي ما شفنا في الفقرة الفاتت وكنا نتكلم عن صحة الأسنان، والزورة دي بشكل واضح يعني قالت ابتعدوا من أي حاجة، ما يعني ما الكلام الكثير اللي عدته ده ما واضح، اختصرت بس في النهاية، ابعدوا من أي حاجة بس من النهاية كده بالضبط كده. الناس تحاول إن هي تخلي بالها من روحها في رمضان، تبعد من السكر وتحاول تقلل منه حتى لو ما قدرت إن هي تبعد يعني. صحيح نعم. حننتقل الآن يا مصطفى ودكتور مجدي لأخبارنا الطبية. يمكن نحن عندنا كذا خبر، لكن برضو حناخد رأيك فيما يخص المضمون بتاعه. طيب، أول خبر مشاهدينا الكرام من أخبارنا الطبية، هنالك دراسة بعنوان نمط الحياة الصحي بيضيف عقد جديد من العمر لمرضى السكري. توصل الدراسة لأنه مرضى السكري من النوع الثاني يمكن أن يضيفوا عقداً من الزمان إلى حياتهم من خلال التخسيس والتحكم بشكل أفضل في ضغط الدم ومستويات السكر. غالباً ما يكون الأشخاص اللي بيعانوا من السمنة المفرطة ولا يمارسون الرياضة هم الأكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة، حيث يواجه المصابون تبعات المرض التي قد تؤدي للعمى أو فقدان أحد الأطراف أو دخولهم في غيبوبة السكري. كما أظهرت هذه الدراسة ارتباط السمنة بعوامل مرضية أخرى كالضغط والسكر، حيث كان لدى مرضى السمنة ضغط دم بيبلغ 180 ملي ومستوى السكر في الدم بنسبة 10% ومستوى الكوليسترول 130 ملغرام. وبينما المرضى اللي بيتمتعوا بوزن صحي كان عندهم ضغط دم بيوصل لغاية 120 ومستوى سكر في الدم بنسبة 7% ومستوى كوليسترول عند 70 ملغرام. وبحسب الدراسة فإن التحكم بهذه الأمور يمكن أن يزيد من متوسط العمر المتوقع من لأكثر من 10 سنوات. تعليقك يا دكتور. طيب، هو في البدء يعني زي ما نحن دائما بنحب نوصف مرض السكر بأنه هو مرض صديق، يعني أنت لو صاحبته ومشيت على نظام غذائي كويس وأنت إنسان محافظ على صحتك على وزنك، دائما أنت بتأخر المضاعفات الممكن تحصل من مرض السكر. الدراسة دي تطرقت لأنه والله يا أخي المشاكل الممكن تحصل على المدى الطويل من السكر، سواء الغيبوبة، سواء فقدان الأطراف، سواء تصلب الشرايين، كلها أمراض ممكن تؤدي إلى الوفاة بصورة مباشرة، بيكون سببها كان السكر اللي هو على مدى طويل جدا. فأنت كل ما تكون إنسان محافظ، كل ما تحافظ على السكر في الدم في مستويات المقبولة، تكون منتظم في العلاج، منتظم في زيارتك للطبيب، صحيح. كل ما كانت المضاعفات دي بعيدة إن شاء الله منك، وكل ما كان يعني ربنا كتب في الأعمار أكثر وأكثر زي ما هو مكتوب. صحيح. طيب نشوف الخبر الثاني، أسباب تخليك تحس بالخمول والتعب بعد وجبة الإفطار. زي مصطفى الزهابي قال بينوم طوالي، نوم شديد جدا. طيب، الحد المسموح من السكر للشخص بيقدر بـ7 ملاعق صغيرة يوميا،
يعد الخمول بعد الإفطار من المشاكل الصحية الشائعة اللي بيعاني منها الكثيرون في شهر رمضان المبارك، وبتعود هذه الأسباب لثلاثة أسباب مختلفة، هي نوع الطعام وحجم وجبة الطعام وقلة النوم في الليل. أن تناول الطعام أو الوجبات اللي بتحتوي على الكربوهيدرات والبروتين خلال وجبة الإفطار بيزيد من شعور الشخص بالتعب، ذلك بسبب إنتاج الجسم لمادة السيروتونين الكيميائية اللي بتلعب دور في تنظيم المزاج ودورات النوم، بالإضافة لأنه كمية الطعام اللي بيتناولها خلال وجبة الإفطار بتلعب دور مهم جدا في الشعور بالخمول بعد الأكل، حيث يؤدي تناول وجبة كبيرة إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، ويتبع ذلك انخفاض في الطاقة، كما تؤدي قلة فترة النوم خلال الليل إلى شعور الشخص بالتعب طوال اليوم. ناس كثيرة بتتوجه ممكن نقول اللي هو الفراج بعد الأكل، يعني سواء كان في رمضان أو في الأيام العادية. آه طبعاً ده بيرجع للنظام الغذائي اللي احنا بنتبعه هنا، بالذات في رمضان احنا يعني الناس بتكون مركزة على وجبة الفطور، بتاكل كميات كبيرة جداً من الأكل وكميات كبيرة جداً من السكر، بتكون بعيدة جداً عن السبع ملاعق دي، لأنه كل الأكل اللي احنا الحلويات اللي بتكون بعد الإفطار، العصائر اللي بتقدم في خلال الإفطار بتكون فيها كميات بتاعت سكر عالية جداً جداً. كمية الوجبة في حد نفسها بتخلي الجسم يغير من نظام الدورة الدموية إلى حد ما، بأنه والله في كميات ضخمة من الأكل موجودة في الجهاز الهضمي، مفروض إنها يحصل لها هضم وامتصاص، فالدم كله بيتوجه نحو المنطقة اللي هي حسي فيها منطقة العمليات على قولهم، فبيحصل خمول في الجسم صح. على أساس إنه في وظيفة واحدة رئيسية حالياً شغالة. فدائما نحن بننصح انه زول يا اخي يقلل من الكميات، يقلل من كميه السكر، يقلل من كميه الاكل. الاكل ممكن يكون على عده مرات لكن بكميات بسيطه، ما بيتعب الجسم، بيحافظ عليه وبيقيه شر المشاكل اللي ممكن تحصل من تراكم الاكل الكثير، سواء الام البطن، الانتفاخ وهكذا، يعني في مشاكل كثيره من الاكل ده غير المشاكل السكر يعني فيه. نعم ممتاز. طيب حنشوف آخر خبر معنا من الأخبار الطبية، علاج جديد واعد لكل المصابين بالنوبات القلبية. حين انسداد الشرايين لأي سبب كان، فإن الإمداد الدموي للخلايا القلب يقل، وبعد وقت قصير جدا تبدأ خلايا القلب في الموت. هذا ما سيحدث في النوبة القلبية، وينتج عن النوبات القلبية العديد من المضاعفات، منها أيضا الفشل القلبي. حاول العلماء منذ عقود أن يحثوا خلايا القلب على التجدد مرة أخرى لكنهم فشلوا في ذلك، لكن بعد انتشار جائحة كورونا وظهور اللقاحات الجديدة قام العلماء باستخدام التقنية التي استخدمت في إنتاج لقاح موديرنا وفايزر لعلاج النوبات القلبية. تعتمد التقنية على الحمض النووي الريبي، حيث يقوم العلماء بحقن المريض بعد انتهاء النوبة القلبية، فيحث هذا الحمض خلايا القلب التي نجت من النوبة على التكاثر لإنتاج خلايا قلبية جديدة، تحل هذه الخلايا الجديدة محل الخلايا الميتة ولا يتكون النسيج الندبي. كما يعمل هذا العلاج على حماية الخلايا القلبية من الموت أثناء النوبة القلبية. تمت تجربة هذا العلاج على قلب الخنازير وأعطيت هذه نتائج رائعة جدا، ويخطط العلماء أيضا لتطبيق هذا العلاج على البشر خلال السنين القادمة. بتكون طبعا في ناس قاعدين يشوفوا بيقولوا يا اخي الناس زي اي حاجه دارين يعملوها دارين يجربوها فينا. دي كانت الاخبار الطبيه. احنا على ما اعتقد يفترض انه نواصل ما تبقى من الحوار. صحيح. انا كنت داير اسال يا دكتور سؤال مهم شديد، على انه من الناس اللي عنده حصوه وهو ممنوع، يفترض انه يكون ممنوع من الصيام، يعني الاعراض المفروض تكون بتجيه شنو لحد لما توصلوا لفكرة إنه هو يكون عنده رخصة، يعني هو آه. هو يفطر يعني. طيب، هو من حيث المبدأ نحن بنتكلم على إنه وجود الحصوة في حد نفسها ما هو بيدي الرخصة اللي للإفطار الزول في رمضان. يعني الناس ممكن بوجود الحصال تفطر أو تصوم في رمضان وتفطر مع الناس عادي جدا جدا. الحاجة دي بيتحكم فيها إنه والله في نصائح معينة مفروض هو يتبعها.
اللي هو انه بعد الافطار ولغايه السحور يشرب كميات كويسه جدا من المويه، يبعد عن درجات الحراره العاليه والتعرض للشمس بصوره مباشره، ما يجهد جسمه على اساس انه ما يفقد سوائل كثيره، دي تزيد مخاطر الحصوه الموجوده عنده. ده بالنسبه للزول العاوز يصوم. طيب الناس اللي عندها حصاوي دائما ننصحهم بانه والله يا اخي انتم من الافضل انكم انتم تفطروا، دي الناس اللي بتكون الحصاوي اسي حاليا عامله ليهم حالات بتاعت مغص كلوي اللي هي انه في انسداد تام في الكليه تعمل الام مستمره، ديل دائما لانه بيفضل دخولهم المستشفيات ياخذوا ادويه عن طريق الوريد وياخذوا سوائل عشان تعوض لهم الفقد في الجسم من السوائل. الناس اللي بيكون عندهم تاثر في وظيفه الكليه نفسها بسبب وجود الحصاوي دي على مدى طويل، ديل برضو من الناس اللي احنا بننصحهم انه الصيام ممكن يزيد الضرر، وبنعتبر انه والله في وضعه الحالي ده انه هو من الافضل انه يفطر عشان يحافظ على نفسه ويحافظ على وظائف الكلى الموجوده حاليا من غير ما الوضع يسوء لقدام ان شاء الله. طيب دكتور كريم، معك نصائح عامه لكل مرضى الكلى اذا كان اللي هو في بدايه المرض او في ممكن نقول نهايته يعني. طيب هي النصائح العامه في رمضان نحن بنقول انه والله لكل الناس سواء مرضى الكلى او الناس السليمين بانه والله يا اخي الوقايه دي خير من العلاج كمبدا. بعد ذاك انه الناس تعمل حسابها زي ما قلنا نحن في بلد حار شديد، فمحتاجين انه الناس دائما تعمل حسابها انها تشرب كميات كفايه جدا من المويه في خلال اليوم في بعد الفطور لغايه السحور. بعد ذاك نوعيه الاكل نفسها انه والله يا اخي الناس تركز على الخضار على الفواكه. مثلا نحن دائما بنقول يا اخي عصير الليمون ده يعني فيه مواد بتقي من انه الجسم يكون حصاوي وبتحمي الجسم انه يكون حصاوي مهما كانت اوضاع وضع الزول او بالذات الناس المعرضين لانه جسمهم يكون حصاوي لقدام. ففي حاجات مرات ممكن تكون بسيطه جدا جدا لكن تقي لقدام من مشاكل كبيره لا يحمد عقباها لو حصل. اتمنى يعني انه يعني ربنا عموما يحفظنا كلنا كده، كل السودانيين، كل الأمة الإسلامية. اللهم آمين. نزلت متركز في فكرة إنها هي بس تأكل حاجات كثيرة، يعني تأكل الحاجات نوعية. أيوة. وربنا يعني ينصرنا على الوضع الاقتصادي اللي إحنا عايشين فيه يعني. شكرا جزيلا دكتور يا أخي. العفو. ما قصرت إن شاء الله تجينا تاني يعني وثالث ورابع. أكيد إن شاء الله. نحن والله شاكرين لهذه الاستضافة يعني. شكرا. ونتمنى لكم يعني دائما الازدهار والتقدم. شكرا. ونشكر كل الحضور، إن شاء الله يكونوا يعني استمعوا لمادة مفيدة. الله يسلمك إن شاء الله. شكرا. شكرا. مصطفى حنطلع فاصل؟ لا يا اخي انت رايك شو؟ مفترض صح؟ طيب ما نمشي. طيب مشاهدينا فاصل قصير وحنرجع نواصل في بيوتنا السودانية. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام وانتم بتتابعونا في بيوتنا السودانيه، وعدد كبير من الفقرات اكيد اللي بتهم اي زول داخل البيت السوداني. واحده من الفقرات دي يا مصطفى اللي هي فقره استطاعتك. استطاعتنا نعمل حاجات كثيره شديد. واحده من الحاجات الجميله اللي بيميلوا لها البنات اكثر اللي هو الاكسسوارات. طيب كيفيه صناعه الاكسسوارات حنشوفها مع بعض في استطاعتك. نشوفها ونجيكم بعدين ثاني. خليكم هاشتغل معاكم الليلة اكسسوارات يدوية بحاجات بسيطة متوفرة في الأسواق. بنحتاج أول حاجة من الحاجات الأولية الأساسية خيط العصب، الخيط المقوى العادي بيشتغلوا به والنجاد الدمورية، في الاستيك المطاط، المقص طبعا، الزردية تاني. بعدين دي الحاجات اللي بنشتغل بها، الحلقان الفاضية، الدبابيس بنشتغل بها في أطراف الإكسسوارات، الخطمة الفاضية، الأكفال، القفل اللي بيكون نهاية كله
اكسسوار الحلقان الفاضيه. دي برضو بيكون في الاخر، ما اعرف بالضبط اسمه شنو، بيكون في نهايه القفل يعني عشان يسهل الشغل. انا هشرح لكم بعدين طريقه استخدامه. هابدا معاكم اكسسوارات. طبعا ده خرز، ده اسمه عقيق باللون الاسود، ده بشتغل به فاصل بيكون داخل مع الاسود يعني، لانه الحاجات شويه تكون اكتر في فواصل صغيره، في انواع مختلفه من الفواصل اذا عايز اشتغل كم دور في السلاسل او في الغوايش، في فواصل صغيره بتكون للدور الواحد، في حاجات ناعمه بنشتغل بيها برضو كفواصل بين الخرزة وأخوتها. فحنبدأ إن شاء الله بالخيط. السلسلة لما يكون كبير بحب أعمله بالخيط المقودة عشان ما يتقطع ويكون قاعد أطول فترة زمنية ممكنة. إبرة عادية فتحتها بس شوية كبيرة وتكون بتدخل في الخرزة. بسم الله. طرف الخيط بس عشان ما يفك بديه شوية نار. هنبدأ نعمل الاكسسوار الأسود بالفواصل. في فواصل في السوق بتكون مقسمة يعني، أنا هعمل 3 أدوار بيكون فيها 3 فقرات عشان تجي ورا بعض او تحت بعض. ممكن ادخل خرز اول عشان اخفي فيها الخيط من جوا وادخلها في الفاصل واطلعها بالجهة العكسية. طبعا بعدين الترتيب والحكاية الهندسية يعني ممكن تجيب الراس مع الراس او الاثنين مع بعض وضيفي نصهم، كل زول بمزاجه بفكرته، الافكار بتجيك بعدين براها. ده واصل فيه لحد ما يعني احس نفسي كده وصلت لحد النص، ممكن اجرب يعني مثلا النص لحد هنا، اشتغل لحد هنا لحد النص واقيف اشوف ممكن حادخل يا دلاية من الدلايات اللي انا عندي او الشكل اللي حابه ادخله. مثلا ممكن نختار الكبيرة دي يعني بعد ما امشي كده شوية. بتدخل عادي جدا في الوسط وأواصل تاني هنا. ممكن أتم لكم بالعصب يعني برضو عشان تشوف إنه برضو سهل. بربط الطرف عادي عشان ما يفك، أتأكد إنه شديته تمام. أرجع تاني في الخرزة عشان ما يكون ظاهر لي باين لي فيه. برضو حواصل وحاكفلها للآخر. هعمل تاني صف ثالث وحاكفلها واشرح لكم من في الآخر بكفلها كيف. هنا القفل، ده القفل حقي. بفتح الحلقة أهم حاجة الفينيشينج والتظبيط، ما تكون في حاجة زايدة، ما تكون في حاجة طايرة، إذا خيط إذا عصب ممكن أحرق بالنار. الأكفال دي لازم أتأكد إنها اتقفلت كويس عشان ما تفك.
دي الناحية الأولى. النهاية في الناحية الثانية بنفس الطريقة، بس بتكون من غير القفل، بتكون حلقات بتخليها طويلة شوية عشان حسب مقاس الزول اللي حيلبسه اختار مقاسه. ده الشكل الآخر بتاع السلسل بالقفل حقه، الواحد بعدين بيلبس حسب المقاس اللي هو محتاج له. إن شاء الله يكون الشغل عجبكم، وده الشكل النهائي للطقم. شكرا جزيلا. يا اهلا وسهلا بكم من جديد. اهلا وسهلا بكل من بيشوفنا في بيوت سودانيه. نحن ما زلنا متواصلين يعني، صح. وال بيدور في ذهن كل زول انه الزول دي عملت البتاع ده بالسرعه دي كيف. والبيدور برضه في ذهن رجال كتار جدا نفسهم برضه انه يجربوا الحاجه دي، يعني هم طبعا بيتفاجئوا زي كده بانه بيلقوا الحاجات دي موجوده في شارع النيل. وكل الحاجه اللي بيفلحوا ليها انه واحد بيدخل يده في جيبه وبيشتري لحبيبته لزوجته لكده. اي دائما الحاجه الجماليه اول بتكون فيها تفاصيل كثيره بتخليها زي ما بقول اللي هو للمراه. الراجل جيبك الموضوع انتهى بالضبط كده، الموضوع انتهى من الاخر. يعني الحاجه دي ما بتلغي فكره ان احنا فنانين؟ ما بتلغي طبعا، يعني انا بعرف بعمل سباحه. ما انت فنان بيجيبك في النهايه، يعني بعرف بعمل سباحه، بعرف بعمل حاجات كثيره جدا بجد. يعني خلاص ان شاء الله الفقره الجايه في استطاعتك حتكون اللي هي كيف تعمل سباحه في يومين. في يومين دي حاجه اليوتيوب دي. نحن وصلنا لمساحه الاخبار. طيب نحن وصلنا للاخبار الاجتماعيه، وحتكون معك يا مصطفى. طيب يفترض انه نقرا عدد من الاخبار اللي في الليله، حتكون بالزي القومي كذا. اي والله اتعب شديد لكن كده نقرا الاخبار لكل الناس اللي بتشوفنا. اهلا وسهلا بكم في مساحه الاخبار، ومعنا عدد من الاخبار حنحاول انه نقراها ونعلق عليها سويا انا وزميلتي آلاء المبارك. الخبر الاول بيقول القائمه بالاعمال الامريكيه تلبي دعوه افطار لمواطن سوداني. أكدت السفارة الأمريكية بالخرطوم أن القائمة بالأعمال لوسي تاملين برفقة زوجها جورج وأعضاء آخرين من السفارة لبوا دعوة إفطار من قبل عائلة السيد محي الدين مصطفى في منزلهم بسوبا شريق. وأعربت لوسي عن تقديرها للأسرة وقالت إن العلاقات بين الناس تبدأ بمثل هذه الفعاليات التي وصفتها بأنها تقوي العلاقات بين الولايات المتحدة والسودان. وقال موظف آخر بالسفارة إن هذا الإفطار هو أول إفطار رمضاني لي في السودان، واصفا إياه بالمميز بسبب روح كرم السودانيين والانفتاح الذي يتمتعون به خلال هذا الشهر الكريم. خبر طبعا جميل جدا يا لو. طبعا اتعودنا نشوف في وسائل التواصل الاجتماعي إنه السفارة الأمريكية متجاوزة حاجز فكرة الدين والعرق والنوع وحاجات كثير جدا. النازل بينزلوا في الشوارع، صح. بيوزعوا الموظفين، يعني صحيح. موظفين السفاره اللي هم غير سودانيين، يا سلام، بيوزعوا وجبات الافطار للسودانيين المسلمين اللي صايمين يعني. فدي لفته بارعه جدا، اتمنى انه علاقاتنا تتطور اكثر. يعني اخلاق، صح. نعم صح. طيب نشوف الخبر اللي بعديه. هو بيقول دهب يؤكد فتح الجامعات في مايو المقبل. أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المكلف محمد حسن دهب بذل الجهود كافة لفتح الجامعات في شهر مايو، وأشار إلى أن القرار الذي صدر من مجلس الوزراء والذي أجاز الهيكل الراتبي لأعضاء هيئة التدريس والباحثين بمؤسسات التعليم العالي السودانية جاء بغرض الانخراط في العملية التعليمية ليدرك الطلاب ما فاتهم، مشددا على وضع خطة عاجلة لتخريج الدفعات المتراكمة. والله طبعا اجمل حاجه في الخبر ده فكره تخريج الدفعات المتراكمه، صح.
يعني انت عارفه لازم بيكون رهيب. في ثلاث ولا اربع دفعات كده هم ديل قاعدين في المصالي وبيدعوا لي ربنا بس انه ربنا ينجيهم من فكره الجامعه قفلت الجامعه فتحت جات كورونا مشت جاءت اجراءات ال 25 من اكتوبر صح. جات مواكب كثيره جدا السوق العربي كاتم يا جماعه فقصص كثيره الناس ما قادره قصص كثيره لكن متحليين بالصبر ان شاء الله ربنا يوفقهم كلهم جميعا ربنا ان شاء الله يوفقهم انا ما اعرف احنا لو كان في زمنهم صح بنقري لسه في الجامعات لا في لو كنا في نحن في الزمن ده بنقري في الجامعات والتراكم والقصص والحاجات دي كان ممكن يجي صراحه كان خليناه صح اي طبعا الواحد كان شاف له شغله ثانيه الواضح ما فاضي طيب انا اتمنى ان ربنا ان شاء الله يعني يعني يسرع الراجل ده يكون يعني على قدر كلمته يعني مستر ذهب الجمارك بالبحر الاحمر تمنع استيراد الملابس المستعمله اصدرت دائره جمارك البحر الاحمر ضوابط شحن بضائع الوارد وقررت الدائره ايقاف العمل فورا باستيراد البضائع عن طريق شحنها بالطبالي مؤكده ان استيرادها سيتم عن طريق الحاويات المعتمده وفق معايير التجاره الدوليه وقررت الدائره منع شحن الملابس المستعمله وعدم إنزالها من الباخرة بالإضافة إلى عدم شحن بضائع في برادات ما عدا الأدوية والخضر والفاكهة واللحوم المجمدة موجهة شركات النقل بتنفيذ الضوابط عرف الكلام ده معرفش إيه يا لا؟ أنا الحاجة اللي ركزت عليها اللي هو استيراد إيقاف استيراد البضائع أو الملابس المستعملة نازل بيتكلم عن الجوجو طبعا دي حاجة ما صحية يعني وبتكلم عن الجوجو اللي هو بيتباع في السوق الجنوبيين هو في السوق الجنوبيين طبعا آه. وفي نفس الوقت في مناطق كثيرة يعني في الخرطوم وفي ناس كتار جدا بيلبسوا منه كتار جدا والحاجة دي للأسف الشديد هي ما حاجة صحية يعني بقول لك حتى الملابس اللي بتكون جديدة وطالعة من المصنع انت لازم تغسلها حتى بعد ذاك تستخدمها أو وطبعا طبعا هم بيقنعوا الناس اللي بيشتروا انه الحاجة دي هي طبعا يعني مغسله بشكل كويس ومعقمه وموجوده والناس طبعا بتحب الحاجات دي لانها هي ماركات وسعرها يعني ذاته الواحد يقول لك انا بقفل انت يعني القصه رهيبه شيء دي يعني ما تقدري تفهم هذا الشيء فانا الصراحه بس مستغربه في انت مع ولا ضد انا ضد طبعا ضد انه ما يوقف الاستيراد ولا مع لا انا مع ايقاف الاستيراد لكن اي لانه انا ضد انه أزوال يلبس له حاجة طيب. ممكن تكون ما معروف أنا طبعاً أنا طبعاً في أنا رأيي ده خليه لكن أنا أبشرك بأنه في ناس كتار جداً هيجوك في البيت لأنه أنت وقفتي مع فكرة أنه يوقفوا الجوجو كده والله في ناس كتار بيلبس يعني طبعاً جوجو والله أنا ما أعرف لكن يمكن في فئة معينة أعتقد هم اللي بيلبسوا أنت ما مشيتي هناك لو مشيتي سوق الجنوبيين السودان كله حتلقيه قاعد والله جد يعني عاملين فيها بتلبسوا ماركات وقصص وصفات ما مشكلة كلها مع المهم دي نحن ماشيين فقرة المهمة البيت صح ماشيين فقرة المهمة البيت يمكن في بداية الحلقة لما استعرضنا الفقرات قلنا في المهمة البيت حنتكلم عن العنف الأسري والحالة النفسية اللي بتكون محاطة أو محاطين بها كل الأسرة خلونا نشوفها مع بعض رجعنا لكم مرة ثانية حنواصل فيها الكلام عن العنف الأسري في الفقرة الفاتت تكلمنا عن العوامل اللي قد تؤدي إلى مثلا حدوث العنف الأسري أو خشنوزات العنف الأسري تكلمنا أنه ممكن يكون عن على يعني الزوجة أو الشريك أو على الأطفال في الحلقة دي حنفصل فيه شوية وإنه الآثار النفسية المترتبة عليهم شنو في كثير من الحالات الضرر النفسي يعني حتى في لما تصل لجرائم أو لحد عقوبات في الدولة بيقول لك إنه الأثر النفسي على الضحية ده أنت ما بتقدر تقيسه يعني في جرائم قد تسقط مثلا بالسنين عدد سنين حتى جرائم في بعض الدول يعني جرائم القتل مثلا إذا أنت ما تعرضت للعقوبة أو كنت مختفي لفترة زمنية
والحكم ما تنفذ بيسقط الحق، وبيسقط الحق العام، بيسقط الحق في الحكم يعني. الجرائم العنف أو ضحايا العنف أو أي ضحية متعرض لعنف أو جرائم العنف، زي ما قلنا إنه جريمة أو ضحية العنف الأسري، لأنه أنت ما بتعرف الأثر النفسي على الضحية، فالجرائم أو عقوبة أي عقوبة بتحصل للشخص المرتكب العنف دي ما بتسقط مهما يعني مهما طالت السنين، مهما أخذت مدة زمنية، لأنه لك الأثر النفسي على الضحية أنت ما بتقدر تقيسه. ممكن أكون أنا تعرضت لعنف أو لحاجة وأنا طفل صغير، لكن مؤثرة فيني لحد يعني آخر يوم في حياتي. فعشان الحاجة دي أنت ما بتعرف أثرك قدر شنو، ما بتقدر تحسها، فما بتقدر إنه تقول خلاص يعني طالت السنين فخلاص الزول ده يعني موضوع قديم واتنسى. لا، ما بتنسي، وانت ما بتقدر تعرفه وما بتعرف أثر في الزول كيف. العنف بلا شك بيولد العنف، فانت لو مارست العنف ضد الأطفال زي ما قلنا دي انت بتكسبه كده زي العوامل الاجتماعية أو الموروثة. فالطفل من طبعه بيبدأ هو يضرب برضه أو يمارس العنف مع الأطفال القدره في سن صغير، أو حتى لما يكبر بتكبر الحاجة دي معه، لأنه دي هي بقت حاجة موروثة عنده، إنه تعرض لضرب تعرض لعنف عادي عنده، حاجة مقبولة بالنسبة له. فإذا ما وقفت أكيد الحاجة دي هتكون مستمرة إلى يعني إلى نهاية العالم، يعني ما حتقيف، لأنه هو حيورثها لأولاده وأولاده حيورثها لغيره. فلازم يحصل تدخل أو حتة ناخد فيها خط أحمر إنه العنف مفروض يقف. أي مشكلة بتتعالج بطرق تانية، بحوار، بتدخل حق مختصين، بأي صورة من الصور، لكن ما بالعنف، لأنه أكيد ما حيجيب نتيجة. يعني قد يجيب نتيجة لحظية، لكن الأثر النفسي زي ما قلنا بيواصل لمدى بعيد، يعني ممكن ياخد سنين عشان الزول يقدر يتخطى حاجة يعني، أو يتخطى وممكن ما يتخطاها في النهاية يعني. العنف ضد شريكة الحياة أو الزوجة أكيد هو من أسوأ الحاجات، لأنه يعني هو عموما بيحصل في البيت في العادة يعني، ما بيحصل برا البيت، وقد يشهدوه كمان الأولاد. وإذا شافوا الأطفال المنظر ده إنه يعني الأب بيمارس العنف قدامهم، يعني بيضرب أمهم، أو حتى العنف ممكن يكون ما إلا ضرب، وطبعا ممكن يكون عنف لفظي بس، يعني إنه بعامله بأسلوب ما كويس أو بصفة بصفات أو بلفظ قدامهم، فالحاجة دي أكيد بتنعكس في شخصيتهم هم ذاته، بتخلق نوع من الهزة فيهم، يعني هم بيكون ثقتهم في نفسهم أقل، بيكون عندهم بيبقوا فريسة سهلة للأمراض النفسية. يعني هي زي إنه بتضغط على المواجع حقة الأمراض النفسية أو المصادر، وبتكلموا منه تطلع برا يعني لصورة أوضح. حنواصل الحديث فيما يتعلق بالعنف والأسري والعواقب المترتبة عليه في مرات جاية. السلام عليكم. البيوت السودانية متواصل. لا طبعا احنا بنكرر دايما انه احنا كميديا يعني كإعلاميين سودانيين بندين العنف بكل اشكاله طبعا، وحتى الاشكال اللفظية منه صحيح. وبستعجب طبعا للأسر الكثيرة جدا اللي بتقول لك يا اخ ولدي في المدرسة ما تدقه، ولدي ما تدقه، ما تدق لك، وانت بتدقه في البيت، في البيت بتدقه، انت بتدقه في البيت يعني. فالحاجة دي هي واحدة من الحاجات السيئة شديد. يمكن احنا برضو بطبيعه الحال كسودانيين يعني عندنا لخبطه في المشاعر، ما بنقدر اللي هو نسيطر عليها، فبنكون في اغلب الاوقات ما عندنا اللي هو ثبات، ممكن نقول اللي هو نفسي او ثبات عاطفي. اذا كان اللي هو انا ردت فعلي تجاه اطفالي حتكون بالشكل الفلاني داخل مثلا البيت، ولكن برا البيت بتكون بطريقه،
ثانية فدي ممكن برضو تحصل اضطرابات لكل الأطفال جوا البيوت. فبنتمنى بقدر الإمكان إنه نحن نحاول ولو بحاجة بسيطة. وأنا عارف إن الحاجة دي صعبة شديد. طبعاً دور كبير مصطفى. صح هو دور كبير يعني دور. وطبعاً دراسات كثيرة جداً من ضمن الأمم المتحدة وكذا بيتكلم عليه إنه أكثر ناس بيتعرضوا هم الأطفال والنساء. صحيح. والنساء كمان بشكل واضح يعني. فيعني ربنا إن شاء الله يلطف علينا والمنظمات حقت المجتمع المدني إحنا منتظر منا إن هي تعمل حملات وعي كبيرة يعني ما في الميديا بس يعني إحنا نتكلم عن حملات ميدانية. طبعاً. نمشي للناس في حتات ونتكلم معانا وكذا. صحيح. نمشي فاصل. طبعاً. ونجي راجع خليكم معنا. مشاهدينا الكرام في كل مكان اهلا ومرحبا بكم في بيوت سودانيه. ويمكن نحن يا مصطفى شايفين قدامنا في الترابيزه مجموعه من الشنط والمحافظ الفاضيه ما فيها قروش ففي الكنترول كل واحد فيهم دارش اللي هو حاجه لكن قال على حسابك. هم كانوا بيتكلموا عن الحاجه دي بس بيحلموا والله بيحلموا يعني من الاخر كذا. طيب نحن يمكن حنتعرف على الحاجه الجميله الرائعه دي وكيفيه صناعتها وهل هي متاحة إنه الواحد يشتغل بزنس زي ده في السودان. صح. أو لا. معنا منو؟ معنا طبعا إيمان محمد الصادق هي مدربة ومصممة للمنتجات الجلدية اليدوية. حديثنا طبعا تفصيليا أكثر بيتكلم عن صناعة المنتجات الجلدية اليدوية. صح. ده في الزاوية الضيقة لكن في الزاوية الواسعة بنتكلم عن ريادة الأعمال اللي هي فكرة إنه أنت كيف تقدر يكون عندك بزنس وأنت ما عندك رأس مال. بالضبط كده. كيف تقدر تكون شبكة علاقات وكيف تقدر تستفيد من علاقاتك دي. صح. كيف تقدر تستجلب فند لمشروعك اللي انت شغال. يا سلام. مبسوطين بانجازاتك الموجوده طبعا. هي ما مختصره طبعا الترابيزه دي طبعا لكن ده سامبل بسيط من الحياه اللي انت بتشتغليها. فمبسوطين بك. اهلا بك ايمان. اهلا وسهلا. اهلا بكم. اهلا ومرحبا بك. الله كريم يا اخي. الله اكرم. صايمه كده انت. الغريبة قبل شوية قبل الهواء كانت بتتكلم كثير يعني. والناس كانت. أنا دارينا الطاقة قبل شوية. ساعة في اليوم. ياسي. كيف أحوالك كويسة؟ الحمد لله طبعاً. إن شاء الله دائماً. طيب يا إيمان يمكن إحنا شايفين هسة قدامنا مشروع ناجح وأنت ذكرتي اللي هو تحت الهواء إنه أنت لك 5 سنوات شغالة فيه. زي ما قال مصطفى في ناس كثيرة جدا عندها فكرة إنه هي عندها مشروع تفاصيل 1 2 3 لكن أنا كزول ما عندي خبرة في البيزنس ما عارف أبدأ كيف. فدارين نعرف تجربتك أنت مع صناعة المنتجات الجلدية بديتي كيف؟ هل كان عندك رأس مال أو لا؟ أوكي. في البداية الموضوع بدأ بالصدفة يعني أنا شفت جزلان محفظة رجالية زي دي فعرفت انه ده جلد. ما كنت بعرف الفرق بين الجلد الطبيعي والصناعي وما حصلت عملت معه. فجأت اكثر لما عرفت انه مصنوع باليد يدوي بالكامل باليد فانه كيف مخرم وكيف مخيط يعني استهواني الموضوع. بحثت عنه وقررت انه انا عايزه اتعلم الحرفه دي. تمام. فعملت سيرش كده عن كورسات هنا في السودان صراحه ما طلعت لي نتائج كثيره. فسافرت القاهره عملت كورس 2 شهر وجيت لما خلصت من الكورس وشلت المنتج بتاعي في يدي ما كنت مصدقه انه انا عملته. يا سلام. فقلت طيب يعني انا بعرف اشتغل يعني ما كنت عارفه انه انا عندي المقدره دي يعني. فبس قررت انه انا اول ما رجعت قررت انه انا ابدا طوال يعني ما حضيع زمن. تبدا طوال. ايوه يعني عشان ما اكسل وكذا. فنزلت السوق مباشره سالت من الادوات عرفت الحاجات المتاحه المتوفره. لقيت انه اغلب الحاجات متوفره يعني كنت متخيله انه في حاجات هلقاها ما في. الموضوع ما كان صعب يعني. حتى الجلد والادوات اللي انت محتاجه ليها كلها في منطقه قريبه من بعض في نفس السوق. فالموضوع ما كان صعب. بديت طوالي وفي البدايه كان يعني يشتروا مني اصحابي الاهل الناس القريبين لازم يدعموك. يشتروا ولا بيقلع؟ والله يا اخي كان في ناس بتشتري يعني كان في دعم وكان في تحفيز شديد حتى ولو المبالغ كانت بسيطه لكن كان بيدفعوا. كويس شديد. انت درستي هندسه بتاعت كهرباء وتخرجت احتمال يكون من وقت بدري شويه. ايوه. وما بدري شديد يعني واسع حاليا شغاله في حاجه عندها علاقه مع انك كيف تقدر تشتغل بيدك يعني. ايوه. وده يعتبر يعني في مجال رياده الاعمال. في ناس كتير جدا ناس ممكن يسالوا يقول لك انت زوله مهندسه كهرباء يعني. الخلاك تمشي الاتجاه ده شنو؟ انت قلتي صدفه
لكن الدافع شنو؟ انت الدارسة مجال، لو كنت هسه حاليا قاعده شغاله في سد مروي مثلا كان بتاخدي ملايين الدولارات يعني. اولا ما توفقت انه انا يعني اشتغل بشهادتي، ثانيا يعني الكهرباء ما كانت رغبتي الاولى. ف يعني انا ما درستها عن حب يعني خالص، ف اصلا انا بحب اشتغل بيدي. فلما لقيت انه انا كويسه في الموضوع ده في البدايه كان هوايه بصراحه، بعدين قلت طيب ليه انا ما اعمله بيزنس انه في عائد منه كويس يعني. طيب فبديت الراس مالي كان عباره عن 3 شنط بعتهم، وعملت الثاني 3 بعتهم، ولقيت لي محل صغير كده اجرته وعملته جاليري طوالي. ما شاء الله. كان عندي تارجت انه انا في خلال شهر يعني اعمل كميه من المنتجات اقدر افتح بيها المحل، اعمل افتتاح يعني. فعملت تقريبا ما ذكرت كم، 20 قطعه من محافظ لشنط لجزالين. عملت افتتاح صغير وفتحت المحل. المحل ده هو خلى بيبقى عندي زباين. طبعا في صفحه في الفيسبوك بقى عندي زباين، وشوي شوية يعني بقى الناس عارفني، بتجي المحل بالاسم والصفحة بقت بتمشي شوية شوية والأمور مشت. ما شاء الله تبارك الله. مبسوطة؟ شديد. إن شاء الله دائما. حسيت نفسي. إن شاء الله دائما يا رب. يمكن الحاجة الغريبة يا إيمان إنه أنت حتى صدفتك غريبة يعني، ما صدفة ممكن تكون عادية، لأنه أنا كزولة ممكن تصدف معي حاجة عجبتني مثلا ما حفكر نفس تفكيرك انه اوكي حقول هل هي جيل الطبيعي او لا، لكن ما حفكر انه انا ممكن اتعلمها او انه انا ممكن. فانت عندك حاجه جميله جدا انه انت يس بالضبط كده، انه انت دايره تطوري من نفسك من قدراتك، عندك شغف لاستكشاف مثلا حاجات جديده، حاجات انت تتحدي بها نفسك ذاته، انه انت ما كنت بتعرفي تعمليها. فبقيت في يوم من الايام ما شاء الله الان مدربه. ايوه. فاضرين نعرف كيف خشيت الحاجه دي. يعني المسيره دي من فكره انه من الجاليري اللي انت عملتيه الصغير ده وصفحه الفيسبوك والناس بقت تعرف شو وجهك امتدادا بوصولك لانه انت بقيت تدرب يعني. ايوه احنا خسرنا مسيره كثيره، لكن ده بدك تحكي لنا بشكل سريع. انا لما فكرت في انه انا اضطريت اسافر مشان اعمل الكورس، قلت طب ليه ما يعني انا سالتها، لقيت انه الكورسات هنا بتكون تبع يعني وزاره الثروه الحيوانيه او مدابغ معينه او تبع للحكومه يعني. حتى الناس الشغالين في المجال ده ما كانوا كتار وما كانوا مركزين على موضوع التدريب. فقلت خلاص يعني ليه ما يعني اسعى اشوف موضوع التدريب ده كيف، حيث انه زول ما احتاج انه يسافر يعني، اي حاجه محتاج ليها من الاساسيات انه يعرفها تكون هنا. فبديت كان في البدايه كان معي زول يعني مشجع الفكره دي وحاب المجال شديد، لكن هو طبيعه شغله ما مدي او زمن انه يقعد يشتغل. فانا وهو اتفقنا انه نعمل الحاجه دي مع بعض، جمعنا ادواتنا المحتاجين لها، وبعدين فتشنا على مكان واجرناه، وبعدين يعني اهو ظبطنا كده بوستر واعلان ونزلنا. ما كنت متخيل انه في ناس حتضرب وحتسجل. يا سلام. في اول جروب اتصلوا علي 7 انفار، وانا كنت عايزه يعني 4 كده او 3-4 اشتغل معاهم، فاتصلوا علي 7. بترضى ب 3-4 يعني؟ انا بالنسبه لي كان ايوه انا كنت عايزه قنوعه جدا. عشان ما شفت هسه حاليا الدورات بيحصل فيها شنو؟ شفت في دورات فيها 20 نفر. طيب ها جوكي جو في النهايه بيقعد على 3 يعني. بيقعد 3 الان عايزاهم. اشتغلت معاهم وكنت متوتره، وبعدين كنت خايفه ربنا عارف اشرح، عارف اوصل المعلومه صح، هل هم حيفهموا مني؟ يعني لقيت انه الموضوع ممتع، لقيت احب التدريب اكثر من ان اشتغل بيدي. اوكي. ففي فتره كده ركزت على التدريب كثير، اشتغلت دورات كثيره يعني ورا بعض، حتى يعني خلاص الناس بقت بتعرفني. في مره بيحكوا لي يعني انه 2 مثلا تلاقوا في السوق انت دربتي عند ايمان، فانا لما اسمع الكلام ده تنبسط. كنت بكون مبسوطه جديد ما شاء الله. انت بركز على التدريب وعلى ولا على البيزنس اكثر حاجه؟ بصراحه الاثنين. التدريب بالنسبه لي كان الاثنين مخدوم بيزنس. التدريب لا، اكثر انه اساعد الناس الحابه انها تتعلم الحاجه دي يعني مبلغ بسيط يعني في متناول اليد. طيب. انه يزول يقدر يدفع ويدخل الكورس. طيب خلينا نقول انه انت مثلا هسه قاعده في المجال ده وما تلقيتي فيه اي دراسه اكاديميه بحته يعني مثلا، هي طبعا هي الحاجات دي بتدرس يعني لناس الفنون الجميله. ايوه. وشغاله في حاجه ما درستيها اصلا. بس تلقيتي فيها دورات تدريبيه وبقيتي فيها زوله مبدعه وفنانه لانها دي موهبه. وصلتي للمرحله دي. في ناس كتار جدا نفسهم انه يكون عندهم مشاريع تسنيدهم اقتصاديا يعني. ايوه. بتنصحين بشنو يعني؟ او انت لو جينا نتكلم في الحياه دي من الاتجاه ده بتقولي شنو؟ اوكي. خصوصا في الوضع السيء اللي احنا فيه هسه ده. صح.
البداية إنه الزول ما يخاف، يعني لما يقرر إنه يعمل الحاجة يبدأ بداية حقيقية، لأنه لو بديت نص بداية النتائج حتكون برضو نص، يعني نص نتائج. طيب البداية حقيقية بتكون كيف؟ إنك تجازف، يعني تضرب حساباتك صح وتقرأ السوق صح، وممكن تبدأ برأس مال، ما بضرورة يكون رأس مال خرافي، يعني حاجة بسيطة. ممكن لو حسيت انك ما تقدر تعمل الحاجه دي براك ممكن تشوف شريك معك. شنو ممكن اقول الحاجات المتاحه او البزنس المتاح انه يكون راس ماله في متناول اي زول، تحديدا انه نحن الان يعني في فتره ممكن تكون اجازه لناس كثيره جدا، فممكن يستغلوها انهم مثلا يمارسوا نشاطاتهم او ما الى ذلك. شايفه مجال الاكسسوارات اللي هو شغل بتاع الخرز والاحجار الكريمه دي، ما بحس انه هو مكلف، يعني ممكن تبدي براس مال بسيط، واول مثلا كميه تبيعيها ممكن تحرك بيها شغل. حتى مجال الجلود، يعني الناس فكرتها انه الجلد غالي، الجلد غالي لانه اللي بيخلي سعر المنتج يكون غالي الشغل اليدوي، لانه هو الاصعب. ولكن الماده الخام سعرها يعني معقول، فما برضه ما صعب انه زول يبدا لو هو يعني عنده فكره عن الشغل اصلا. بس ممكن تكون المشكله الاولى ممكن تواجهه في مجال الجلود بالتحديد انه بس يكون عنده الادوات المحتاج لها، يعني ممكن يكون محتاج فعلا راس مال انه يجهز مواده، بعدين ثاني عنده مشكله حيشتري يعني الادوات دي مره واحده، ما يحتاج انه يشتريها ويحافظ عليها حتعيش معه طول العمر. ممتاز. فالزول بس ما يخاف يعني ان شاء الله. المنظمات اخيرا يعني اللي بتدعم الشباب في بتحاول انه تقدم لهم دعم، ما بيكون مالي مرات، ما بيكون معرفي مرات. وفي السودان نشطت حديثا يعني بعد الثوره المفهوم بتاع ريادة الاعمال انه انت ما عندك راس مال، تعال دي فكره، احنا ممكن نلقى لك قروش تسندك يعني في الحاجه دي، ونجيب لك علاقات تسوق بها منتجاتك وحاجاتك دي، ونحن نستفيد، انت تستفيد. مؤمنه بالحاجه دي انت؟ طبعا العلاقات مهمه شديد، يعني بتخلي انتشارك يبقى اوسع واسرع، الناس تعرفك اسرع. يعني انا لو كلمت عنك الليله او في زول وصى عنك الناس يعني حتكون في شريحه اكبر من الناس عارفين عنك وسامعين بيك وشايفين شغلك وكده. طيب حابه تقولي حاجه اخيره في شريكك؟ لانه انا شايفه انا جبا كان نفسه يعني يجينا ويسلم علينا كده. انا ما كنت مؤمنه بموضوع الشراكه في البدايه، يعني كنت بخاف، بحس انه انا طبيعي صعب وانه الحاجه اللي انا عايزاها لازم تبقى زي ما انا عايزاها، فالموضوع كان بالنسبه لي في البدايه انه صعب. لكن احنا شغلنا ده بالتحديد شغل بتاع تيم، يعني ما شغل بتاع زول واحد، صراحه متعب. فابراهيم انا دربته، كان من المتدربين عندي. يا سلام. ممتاز. يا سلام عليك طالب مجتهد. كان ايوه وكان يعني لاحظت انه شغله حلو، يده نظيفه، وبعدين افكاره حلوه. يعني احيانا بنختلف، بتحصل مجازر ومذابح بيناتنا، بس دي حاجه كويسه. وبعدين هو زول فنان، فخياله واسع، يعني بيعجبني طريقه تفكيره، وزول موسيقي اصلا. فقررت انه يعني اقترحت عليه انه رايك شو نشتغل مع بعض ونبقى شركاء، وهو راح حب الفكره بمبدا انه انا اخذ منه ونساعد بعض وهو ياخذ خبره، لانه كان لسه بادي. بس هو بدا بسرعه واستمر بسرعه، وما شاء الله يعني في فتره وجيزه اكثر زول انا دربته وصل للمرحله دي بالسرعه دي. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله هو سوري طبعا. ايوه هو سوري ما سوداني. فدي برضه ممكن تكون لمسات. ايه طبعا. طبعا هم بلدهم طبعا من الاجانب، يعني بلدهم ربنا يحفظها، يعني الناس دي هم عانوا شديد جدا. حتى الناس الشغالين السوريين شغالين هنا في المجال، هم كتار شغالين في المجال ده هنا، يعني متمكنين تقريبا اي حاجه بيشتغلوا فيها بتكون مظبوطه. يعني ما تعرف المنافسه في مجال اللي هو صناعه الجلود تحديدا، بس حاليا بقى في منافسه، في ناس كتار ظهروا، في ناس صراحه شغلهم حلو شديد. يعني يمكن قبل كم سنه كان في بيتعدوا على اصابع اليد، وما كل الناس بيجودوا الشغل، لانه اغلبهم يتعلموا مثلا من يوتيوب او مهارات فرديه. يعني ممكن يكون زول مثلا ما بتعلم الحاجه من كورس او من طريقه اكاديميه يعني. ايوه بس هسي يعني ما شاء الله بقى في انفتاح شديد، حتى السودانيين عموما في السودان بقى في وعي عن الجلود، وانه احنا عندنا احسن انواع الجلود. يعني يا سلام. يمكن برضه في حاجه قبالك انا لفتت نظري يا مصطفى، سالتها من الالوان اي، فتفاجات انه ده كله جلد طبيعي، جلد طبيعي ومصبوغ في المطبخ، واحنا مش ملون، جاهز كده مشطب كده، بيكون جاهز كده فبيسهل عليكم اللي هو الاستخدام. ايوه يعني بيكون جاهز كده، وانت حتى لما تدخل المطبخ يعني تلقي في خيارات، ما حد عارف تشيل ايش وتخلي شنو. تخلي شنو صح، مطبخ حاجه كبيره جدا. يا سلام. وطبعا النساء في فتره من الفترات ما قادرين يخشوا الحته دي، السبب معروف طبعا لناس. انت عارف المدابغ قصدك؟ انا بحب اي حته وما فيها بنات كتر. يلا
احنا مبسوطين والله جدا. الحاجات الغريبة. مبسوطين انه انت تكوني معنا ايمان شديد. يعني نفسك تقولي شنو اخر حاجة كده؟ نفسي اقول انه ما في شيء صعب، يعني لو انت استصعبت الامور بتبقى صعب. وبعدين ابراهيم عنده مثل دايما بيقوله انه غير نظرتك للامور تتغير الامور. ف ما في شيء صعب، حتى الوضع الاقتصادي في البلد يمكن يكون فعلا ما مستقر وما كويس، بس يعني انت لو استسلمت في النهايه حتكون واقف مكانك. صحيح. فالناس تحاول تجازفها. ان شاء الله. شكرا. شكرا ايمان محمد الصادق المدربه والمصممه للمنتجات الجلديه اليدويه. شكرا. شكرا لكم، مبسوطه جدا اني كنت معاكم. احنا اكثر من صافي يا اخي. احنا فضلنا شو؟ ولا حاجه. كرس الله عليك. على الصوت والسلام. ما تيسر بس. ما تيسر جبال غايته، انت قلت في حاجه نفسك تعملها. المخرج بيتكلم معنا قال لي والله لو ما بختم بخليكم قال. هو المخرج يا جماعه. نقترح انه يفرغ التايتل واحنا بنتوع الناس كده. اي بعدين هو قال داير له جزلان من هنا فحنشيله لك يا اشرف. بالاقساط. فضيحه هاي ما تشيلهم، فمصطفى قال بالاقساط لانه ما حيقدر يدفع عليك كاش. طبعا. انا مالي؟ انا تليفوني مسروق يعني. يلا. شكرا جزيلا يا اخي، شكرا لمتابعتكم لنا، السلام عليكم. Thank you.